ازيكم يا شباب؟ في سيكشن 3 النهارده هنكمل الاي سي اناليسيس اللي كنا بدانا نحل مسائل عليه في شيت 1 في السيكشن اللي فات، وهناخد كمان جزء جديد اللي هو الاي سي باور كالكوليشنز، ونبدا كده في مساله في شيت 2. طيب في المساله اللي احنا وقفنا عندها هنا في الشيت اللي فات، هو هنا بيقول لي ان الفريكوانسي بتاع الساينوسويدال فولتج سورس مديني، هو الاول مديني سيركت بالمنظر دوت، معايا هنا فولتج سورس في جي، ومديني الاي جي هو الكرنت اللي ماشي في البرانش بتاع ريزيستور اللي هي 50 على 3 كيلو اوم، ومديني باقي السيركت. وبيقول لي ان هو هنا الفريكوانسي بتاع الساينوسويدال فولتج سورس بتاع الفي جي بتاعه از ادجستد، هو هيعمل ادجستمنت الفريكوانسي بتاع الفولتج سورس دوت لحد لما الاي جي الكرنت اللي ماشي هنا يبقى ان فيز مع الفي جي، الاثنين ليهم نفس الفيز، ليهم نفس الفيز، يعني الثيتا في هنا بتساوي الثيتا اي، يعني مفيش ديفرنس ما بينهم. اوكي، هو ده الكونديشن اللي انا همشي عليه عشان اجيت الايه الفريكوانسي بتاع الفي جي ده، اللي هو بالنسبه لي هنا اول مطلوبه، عايز الفريكوانسي اللي اعمل له ادجستمنت بحيث ان الاثنين دولت يبقوا ان فيز. اوكي، ده كده بالنسبه لاول مطلوب. بالنسبه لتاني مطلوب بقى بيقول لك هات لي بقى الستيدي ستيت اكسبريشن بتاع الاي جي دوت، هو الاي جي ده هيساوي كام بناء على الفريكوانسي اللي انت جبته في نمبر اي. اوكي، فانا متخيله بما ان الفي جي هنا بيساوي 30 كوزاين اوميجا تي، فانا متخيله برضو ان الاي جي دوت هيبقى بنفس الشكل بتاع الفي جي بما ان الاثنين انفيز، يعني هيبقى برضو كوزاين اوميجا تي، مش هيبقى فيه بقى بلس ثيتا والكلام دوت لان مفيش هنا فيز شيفت، هما الاثنين انفيز، فهيبقى برضو كوزاين اوميجا تي هيبقى بنفس الشكل دوت بالظبط بس مع اختلاف الايه الامبليتيود، يعني الاي جي هتساوي امبليتيود مختلف كوزاين اوميجا تي، حيث الاوميجا دي هجيبها منين؟ الاوميجا دي هي الفريكوانسي اللي احنا جبناها في نمبر ايه بناء على الكونديشن اللي هو مديهولي ان هو الاي نوت والفي جي ان ايه انفيز. طيب تعالوا كده نبدا في حل المساله. طيب فاحنا اللي هنعمله هنا في الحل ان احنا بما ان قلنا ان الاي جي والفي جي ان فيز، فانا متوقعه ان انا لو قسمت بما ان الاثنين ما فيش اي فيز شيفت ما بينهم، فمعنى كده ان الثيتا في زي ما قلنا بتساوي الثيتا اي، يعني انا لو قسمت الفي على الاي الناتج القسمه بتاعهم مش هيطلع فيه اي ايماجينري تيرمز، هيطلع ايه بيورلي ريل. ما هي قسمه الفي على اي دي بتريبريزنت مين؟ قسمه الفي على اي الفولتج على الكرنت، التوتال فولتج على التوتال كرنت بتاع الدايره، ده بيريبريزنت التوتال امبيدنس بتاعت الدايره بكل بساطه. يبقى احنا كل اللي احنا هنعمله هنجيب التوتال امبيدنس بتاعت السيركت ديت، وهقول ان بما ان قسمه الفي على الاي زي ما اتفقنا مفيش اي فيز شيفت ما بينهم، مفيش اي فيز ديفرنس، فانا متوقعه ان الايماجينري بارت هيطلع بايه؟ بتاع الزي ايكويفالنت دوت هيطلع بالزيرو. اوكي؟ فاللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب الايكويفالنت امبيدنس بتاعت الدايره ديت ونيكوالايز الايماجينري بارت بتاعها بالزيرو. طب تعالوا نجيب الزي ايكويفالنت الاول، فالزي ايكويفالنت هنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان ال 1.2 كيلو اومز ديت ان سيريز مع ال 200 ملي هنري، فالاثنين هيتجمعوا مع بعض، وبعد كده الاثنين بعد ما يتجمعوا مع بعض هيبقوا بارلل مع ال 50 نانو فاراد، وبعد كده الثلاثه دول الريزلتنت بتاعتهم المحصله بتاعتهم هيبقوا سيريز مع ال 50 على ال 3 كيلو اوم. بس قبل ما اعمل كده لازم احول زي ما قلنا في السكشن اللي فات، لازم احول ال 200 من اللي هنا ديت تبقى ايه؟ امبيدنس، لان هي كده اندكتنس ال، فالامبيدنس بتاعتها بتساوي ايه؟ بتساوي جي اوميجا ال. اوكي؟ فالاوميجا هنا انا ما اعرفهاش فهسيبها اوميجا، والال بكام؟ بما انها 200 ملي هنري فانا هقسمها على 1000 هتبقى 0.2 هنري، يبقى 0.2 اوميجا جي، يبقى دي كده الامبيدنس بتاعت الايه؟ بتاعت الاندكتور، صح؟ بلس بما انها سيريز مع ال 1.2 كيلو هتبقى بلس ايه؟ ال 1.2 كيلو بما انها كيلو هضربها في 1000 تبقى 1200، فالاثنين دول ان سيريز مع بعض، وبعد كده الاثنين دول ان بارلل مع الايه؟ ال 50 نانو فاراد، اتفقنا ان احنا هنحولها برضو للكورسبوندنج امبيدنس بتاعتها اللي هي النيجاتيف جي على اوميجا سي. السي هنا 50 نانو يعني 50 10 باور نيجاتيف ايه 9. اوكي، فواحد على 50 10 باور نيجاتيف 9 هتطلع فوق تبقى اسمها 20 10 باور 6، يبقى ديت هي الامبيدنس بتاعت الكاباستور، وبعد كده الثلاثه دول الريزلتنت المحصله بتاعتهم كده مع بعض ان سيريز مع ال 50000 على ال 3 كيلو اوم، بما انها كانت كيلو فقلنا نضرب في 1000 هتبقى 50000 ايه على ال 3 اوم. اوكي، طيب تعالوا نفك بقى البارلل دوت بالرول بتاعتها. البارلل رول بتقول ايه؟ بتقول الضرب على المجموع، فهضرب القوس ده كله في الامبيدنس بتاعت الكاباستور مره على مجموع الاثنين مع بعض تحت في المقام. اوكي، طيب فاتفقنا برضو ان انا عشان اقول الايماجينري بارت، انا ده كله بعمل ده كله ليه؟ عشان اطلع الايماجينري بارت من الايكويشن ديت وايكوالايز بالايه؟ بالزيرو. بس عشان اعمل كده لازم تكون الجي ديت موجوده فوق خلاص، فاي جي موجوده تحت اضرب في الكونجيجيت بتاعها. الكونجيجيت بتاعها يعني ايه؟ يعني المقام بتاعك دوت. اوكي،
خده هو هو زي ما هو اضرب فيه، يعني اضربه في نفسه بس بدل بلس يبقى ماينس. فيبقى لما اضرب هنا في الكونجكت تحت فبعمل سكويرنج للريل بارت وسكويرنج للايماجينري بارت من غير الجي بقى المره دي، وبطلع زي ما ضربت تحت في الكونجكت بطلع اضرب البوست فوق في الكونجكت برضو، اللي هو ايه اتفقنا ان هو هو المقام بس بدل بوستيف بتاعت الجي هتبقى نيجاتيف. بغير الاشاره بتاعت الايماجينري بارت. اوكي طيب، هل دلوقتي ينفع اقول خد الايماجينري بارت ساويه بالزيرو؟ لا، ده كده مش الايماجينري بارت. ليه؟ لان هنا الجي ديت لما تتضرب هنا مثلا هتبقى جي، اوكي ده كده ايماجينري، لكن الجي ديت لما تيجي تتضرب في الترم اللي جنبها الثاني جي في جي بيطيروا بعض بتبقى نيجاتيف 1، فده كده مش ايماجينري بارت. فده لازم افك اضرب ده هنا وهنا بحيث الترمات اللي فيها جي بس هي دي اللي هاخدها اعتبرها ايماجينري بارت، فهتطلع لي الايماجينري بارت حاجه بالمنظر دوت. اوكي طيب، فانا هايكوالايز الايماجينري بارت دلوقتي بالزيرو، فيبقى انا عندي هنا ايكويشن في انون واحد، مين الانون دوت؟ اللي هو الاوميجا اللي انا عايز اجيبه. اوكي فاول حاجه هنعملها هنروح نضرب الايكويشن دي كلها في اوميجا عشان نتخلص من الاوميجا ديت اللي في المقام والاوميجا دي، فيتبقى لي ايه الايكويشن من غير اوميجا في المقام، تبقى كده وكده بالمنظر ده. تمام، تاني حاجه ممكن اطير ال 20 10 باور باور 6 ديت، هطيرها في الترم ده والترم ده، فيتبقى هنا 1200 سكوير صح، ويتبقى هنا ايه الاقوس ده من غير الايه 20 10 باور 6. بعد كده هجيب ال 1200 دي في طرف وادي بقى الحاجات دي في الطرف الايه التاني. اوكي هعمل ايه بعد كده؟ ممكن اضرب الايكويشن كلها في اوميجا عشان اتخلص من الاوميجا بتاعت الايه بتاعت المقام اللي عندي ده. اوكي من غير ما اضرب في اوميجا كمان، انا اصلا لو ضربت الاوميجا دي هنا وهنا هي خلاص اوريدي طارت، فهيبقى انا عندي هنا ديت في ديت هتبقى ايه 0.2 سكويرد اوميجا سكويرد، واضرب دي هنا كمان فيبقى 0.2 في 20 في 10 باور 6 والاوميجا هتطير مع الاوميجا خلاص. وبعد كده ال 1200 سكوير دي تروح لهم الناحيه الثانيه بالايه؟ تروح لهم الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، فتبقى الايكويشن حاجه بالمنظر ده، او ان هم دول هيروحوا الناحيه دي بالنيجاتيف. فتبقى في الاخر الايكويشن هتصفصف على ايه؟ ايكويشن في اوميجا سكوير. فكل اللي انا هعمله هجمع الرقمين دول على بعض واديهم الناحيه الثانيه، فيبقى هتبقى عندي واقسم على ال 0.2 سكوير، فيتبقى عندي الاوميجا سكوير ب 64 10 باور 6. هاخد لها السكوير روت فيتبقى ان الاوميجا ب 8000، هي دي الاوميجا الفعليه. اللي هو الانجولار فريكوانسي اللي قاعد يعمل له ادجستمنت بحيث ان هو يظبط ان الاي جي والفي جي اللي هو التوتال كارنت والتوتال فولتج يبقوا ان فيز. اوكي بحيث ان الايماجينري بارت بتاع الزي ايكوفالنت يختفي تماما. طب هو ما كانش عايز اوميجا، هو عايز فريكوانسي ان هرتز، فبكل بساطه احنا عارفين ان الاوميجا دي بتساوي 2 باي اف، فانا هروح اقسم الاوميجا على 2 باي هجيت الايه الفريكوانسي ان هرتز، هو ده اللي كان عايزه. اوكي في المطلوب بقى رقم بي، مطلوب رقم دي بقى احنا هنا عايزين نجيب الكرنت الاي جي دوت اللي ماشي في الريزستور دوت بمعلوميه هو مديني هنا الفي جي جيفن ب 30 كوزاين اوميجا تي. اوكي يعني 30 ويز انجل 0 صح، فاحنا اتفقنا ان انا علشان اجيب الاي جي دوت زي ما قلنا في المطلوب الاولاني انا ممكن اقسم بكل بساطه، اتفقنا ان قسمه الفي على الاي بتديني الايه التوتال امبيدنس. طب هي التوتال امبيدنس دلوقتي معانا، هي كانت في المطلوب الاولاني كانت فيها انون اوميجا، بس احنا دلوقتي جبنا الاوميجا، هو بيقول لي استخدم الاوميجا اللي انت جبتها في المطلوب ايه، فانا هرجع للايكويشن بتاعت الزي ايكوفالنت واعوض بالاوميجا اللي هي جبناها اللي هي 8000 ريد بير سكند، فهتطلع لي التوتال امبيدنس بتاعت السيرك دي ب 1500 اوم، وده طبعا صح، هي لازم فعلا تطلع بيورلي ريل، يعني ما ينفعش يطلع فيها تيرم اسمه بلس جي حاجه صح؟ اتفقنا ليه؟ لان الفي والاي دول ان فيز، وبالتالي ده هيخلي هيسبب ان الايماجينري بارت بتاع التوتال امبيدنس يبقى بزيرو، فبالتالي هي هتبقى بيورلي ريل. اوكي؟ طيب نرجع تاني، انا عايز اجيب الاي جي، فالاي جي باستخدام اومز لو بقى بيساوي الفي على الامبيدنس، الفي على الزي. الزي اللي احنا جبناها ب 1500، الفي بتاعتنا بكام؟ لا هنا الفي بتاعتنا سوري دي هنا بدل 90 المفروض 30 كوزاين اوميجا تي. فالمفروض دي 30 ويز انجل 0 لانها كوزاين اوميجا تي ما فيهاش انجل، فدي 30 ويز انجل 0 على 1500، فبالتالي الحسبه هنا هتبقى 20 ملي امبير. اوكي 20 ملي امبير ويز انجل ايه؟ 0. هي فعلا لازم تطلع الانجل بتاعت الكرنت لازم تطلع ذا سيم بتاعت الايه؟ الفولتج. في الاخر هيطلع لي لو انا عايز احول دوت ده كده في الفريكونسي دومين، هو هنا عايز الاي جي ان ترمز اوف تايم بالتايم دومين، فيبقى عندنا هنا ايه؟ 20 كوزاين اوميجا اللي هي 8000 ايه؟ تي. طبعا مفيش بلس سيت لان هنا مفيش فيز ايه؟ شيفت. اوكي في المسألة هنا رقم 8 عايز الفيزر فولتج في جي، حيث الفي جي دوت
هو الفولتج اللي على الكاباستور اللي هو الامبيدنس بتاعته النيجاتيف 4 جي اومز. اوكي فالمطلوب مني دلوقتي ان انا اجيب الفي جي ده، الفي جي ده بكام. طيب فالمساله دي ممكن تتحل باكتر من طريقه. عندنا السيركت اناليسز الطرق بتاعتها الاي سي سيركت اناليسز الطرق بتاعتها كتير قوي من الطرق اللي احنا اخدناها. فممكن نعملها بطريقه الميش كارنت، ان انا هروح افترض كارنت الكارنت اللي بيلوب في بيلوب هنا في الميش ديت اسميه مثلا سي اي 1، والكارنت اللي بيلوب في اللي بيلوب هنا هسميه اي 2. فسي مثلا هعمل هنا كارنت واسميه اي 1، دي طريقه الميش كارنت. وهعمل هنا انذر كارنت واسميه اي 2 اللوب الثانيه، وهعمل هنا كارنت في اللوب الثالثه اللي عندي واسميه اي 3 صح. وبعد كده هروح اعمل كي في ال في كل لوب على حد، هعمل كي في ال في اللوب دي واعمل كي في ال في اللوب دي واعمل كي في ال في اللوب دي صح، واحل التو ايكويشنز مع بعض. ليه تو ايكويشنز مش ثلاثه ايكويشنز؟ انا عندي ثلاثه هنا كارنتس. في الحقيقه ان دي مش هعمل فيها كي في ال، اوكي، لان هي اصلا هنا الاي 2 انا عارفه ان الفاليو بتاعته ب 50 ب 5 انجل 0، فانا كده في انون من الثلاثه جبته خلاص، فانا مش محتاجه هنا اعمل لوب. هو انا بعمل لوب ليه؟ عشان اجيب الاي 1 والاي 2 والاي 3، فانا في اي من الايات دي انا عارفاها، فانا مش هعمل لوب، فهنا مش محتاجه ان انا اعمل لوب. فانا في اللوب 2 دي مش هحتاج اعمل لوب، انا كل اللي هاخده من اللوب دي هي معلوميه الاي 2، فهقول ان الاي 2 هنا هيساوي 5 وز انجل 0. كل اللي انا هعمله هعمل كي في ال في اللوب دي وكي في ال في اللوب دي، وبالتالي هحل تو ايكويشنز في التو انونز اللي هم اي 1 واي 3. هجيت الاي 1 والاي 3، اوكي، في الاخر هيطلع لي ان الفي جي هتساوي ايه؟ اومز لو بقى اي 1 الفي جي دي هتساوي الاي 1 في الامبيدنس النيجاتيف 4 جي. يبقى انا كده جبت الفي جي بطريقه الميش كارنت. طيب طريقه ثانيه، طريقه ثانيه اللي هي طريقه النود اناليسيس، ان انا هقف عند كل نود من دول من النودز اللي عندي في السيركت، فدي تعتبر كده نود، ودي نود الثانيه، ودي نود الثالثه، والنود الرابعه تحت اللي هي بالنسبه لي الجراوند. اوكي، هدي كل نود من دولت اسم، اوكي، وهحل المساله بطريقه الايه؟ بمعلوميه الفيهات الفولتج مش بمعلوميه الكرنتس. اوكي، فاللي انا هنعمله في الحل دلوقتي ان انا هحلها بمعلوميه الفولتج بطريقه النود اناليسيس. فهروح زي ما قلنا هقف عند كل نود وهدي النود دي اسم، يعني النود دي مثلا هسميها في 1. اوكي، طيب النود اللي في النص دي، النود اللي في النص دي بكل بساطه هسميها في 2. النود الثالثه ما تديهاش بقى في 3 عشان ما تعملش انون ثالث. ليه؟ انا النود دي عارفه بما ان ده الجراوند تحت هنا النود الرابعه هنا الجراوند، وبالتالي النود دي انا عارفه ان هي 20 وز انجل 90 بتاخد نفس الفاليو بتاعت الفولتج سورس، فالنود دي وبتاخد بالمناسبه بتاخد نفس الساين كمان، يعني لو دي بوزيتيف فالنود دي هتبقى اسمها بوزيتيف 20 وز انجل 90. لو سي مثلا كانت البولاريتي بتاعت السورس دي معكوسه كانت نيجاتيف فوق وبوزيتيف تحت، فالنود دي هتبقى الفي بتاعتها بكام؟ بالنيجاتيف 20 وز انجل 90. اوكي، فانا باخدها زي ما هي بالساين بتاعتها اللي انا واقفه عندها. اوكي، فانا كده في الاخر هيبقى عندي السيركت دي هتتحل في تو انونز بس، في 1 وفي 2، وهحاول اجيت الفي 1 والفي 2 دول. يبقى دي طريقه النود اناليسيس. اوكي، طيب فهروح اعمل بدل ما كنت بعمل في الطريقه الثانيه بتاعت الميش كارنت كي في ال، هنا نعمل كي سي ال. فانا هقف عند النود بتاعت في 1 دي وهعمل كيس ال، هقول الكرنتس الداخله بتساوي مجموع الكرنتس الخارجه. اوكي، او هقول ان الداخل هيبقى هديله اشاره نيجاتيف والخارج هديله اشاره بوزيتيف واجمعهم على بعض. فانا هنا الكرنت اللي داخل على النود دي اسمه 5، فانا اتفقنا ان الداخل هديله نيجاتيف، يبقى ده اسمه نيجاتيف 5 وز انجل 0. اوكي، طيب الكرنت اللي خارج من هنا، هفترض ان البرانش دوت الكرنت اللي ماشي فيه خارج كاباستور، الكرنت خارج من في 1 لفي 2 الدايركشن بتاعه، انا اللي هفترض الدايركشن، هفترض ان الكرنت ده ماشي كده. اوكي، وهفترض ان الكرنت دوت ماشي كده، وده طبعا داخل، اتفقنا ان الداخل نيجاتيف والخارج بوزيتيف، فالنود دي كده بالنسبه لي، النود دي كده بالنسبه لي داخل عليها نيجاتيف 5 وز انجل 0، خارج منها في الكاباستور هنا في 1 بما ان الدايركشن بتاع الكرنت كده، فانا باخد انا فين وراحه فين، ففي 1 ناقص في 2 على الامبيدنس على نيجاتيف 8 جي زي ما هي. اوكي، بلس ده خارج فهحط بلس، رايح جاي منين ورايح فين؟ انا جاي من في 1 يبقى في 1 ناقص
النود الثانيه. اتفقنا ان النود الثانيه دي الفاليو بتاعتها انا عارفاها من هنا، يبقى ناقص 20 وز انجل 90 على الامبيدنس اللي انا مشيت فيها اللي هي ناقص 4 جي. طيب تعالوا نعمل كمان كي سي ال عند في 2. كي سي ال عند في 2 بتقول لي هنا ان انا عندي الكرنت، لو افترضنا ان الدايركشنز بتاعت الكرنت برضو هنا هتبقى خارجه، فهتبقى بالنسبه لي وانا بحطها في الايكويشن هتبقى بوزيتيف، اوكي، وهنا برضو هتبقى خارجه، اوكي، وده هنا ايه؟ ده هنا داخل، تمام؟ زي ما هو مش هغير الدايركشن بتاعه، انا همشي على الدايركشن اللي انا حطيته وانا بحل الجزء الاولاني. طيب فهنا عند الفي 2 الكرنت دوت الكرنت ده بالنسبه لي خارج فيبقى بوزيتيف، مين على مين؟ في 2، اتفقنا ان دي جراوند يعني في 2 ماينس 0 على الامبيدنس اللي هي 4 جي. طب وده خارج يبقى في 2 ماينس النقطه الثانيه دي اللي هي ماينس 20 وز انجل 90 على الامبيدنس اللي هي هنا 12. واخر كرنت هنا هو مين؟ اخر كرنت ده داخل، فانا ممكن احطه نيجاتيف، اوكي، فهقول نيجاتيف جاي منين ورايح فين؟ نيجاتيف بره، وهقول في 1 ماينس في 2 على ناقص 8 جي، اللي هي بالنسبه لي النيجاتيف هتعكسهم، هتبقى في 2 ماينس في 1 بدل ناقص في 1 ناقص في 2، فالنيجاتيف هتعكسهم هتبقى في 2 ماينس في 1 على الامبيدنس ناقص 8 جي. كده بقى معايا 2 ايكويشنز في 2 انونز، هما مين؟ هما الفي 1 والفي 2. فهروح احلهم مع بعض، بس طبعا ده عشان اتفقنا زي ما اتفقنا في السكشن اللي فات ان ديت فيها كومبلكس نمبرز، فهم مش تو ايكويشنز عاديين، فهنعملها ب زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، اوكي؟ وهروح احل التو ايكويشنز مع بعض، بس قبل ما اعملها بالكرامرز رول المفروض ان انا بثبت الكوفيشنز، يعني بجمع كل الكوفيشنز بتاعت في 1 مع بعض، بجمع كل الكوفيشنز بتاعت في 2 مع بعض، اوكي؟ وبرمي الفري تيرم بره كله على بعضه. وهكذا في الايكويشن الثانيه بحيث ان انا اقدر اروح احلها واجيت الفي 1 والفي ايه 2. جبنا الفي 1 والفي 2، احنا كانت مشكلتنا فين؟ احنا كانت مشكلتنا في الفي جي. طب ما هو الفي جي ده مين؟ الفي جي ده في الحقيقه هو الديفرنس ما بين الفي 1 النقطه دي والنقطه دي، فانا اقدر اقول ان الفي جي بيساوي في 1 ماينس ال 20 ويز انجل 90 اللي هي النقطه دي. طب والفي 1 اللي احنا اوريدي جبناه واحنا بنحل المساله، فيطلع لي في الاخر الفي جي حاجه بالمنظر ده، اوكي، وهو كان عايزها في الفيزور فورم فهسيبها زي ما هي، اوكي. لو قال لي هات الفي جي اوف تي يعني بالتايم دومين، فساعتها ايه؟ يبقى لازم اعملها امبليتيود وكوزاين اوميجا تي بلس ايه؟ سيتا. طيب ننقل بقى على كده، خلصنا شيت 1، ننقل بقى على الجزء الجديد اللي هو شيت 2 اللي هو الاي سي باور كالكوليشنز. طيب فهنراجع كده على شويه تيرمز سريعه، الدكتور كانت شرحتها معاكم في المحاضره بالتفصيل. في الجزء بتاع الباور كالكوليشنز احنا عندنا 3 تيرمز اساسيين، هما مين؟ هما البي والكي والاس. البي دي بتريبريزنت مين؟ البي دي في الحقيقه بتريبريزنت الاكتف باور، او ساعات بيقول عليها الافريج ايه؟ الافريج باور، اليونت بتاعتها ايه؟ اليونت بتاعتها وات. طيب والكيو دي بتريبريزنت مين؟ الكيو دي بتريبريزنت الرياكتف ايه؟ باور، واليونت بتاعتها فولت امبير ايه؟ رياكتف. الاس دي بتريبريزنت مين؟ بتريبريزنت الابيرنت باور، ودي اليونت بتاعتها فولت امبير. اوكي؟ طيب هي مين بقى الاكتف باور دي او الافريج باور اللي هي البي، ومين الرياكتف باور اللي هي الكيو؟ فالاكتف باور ديت هي الباور اللي هيحصل لها كونفيرجن من الصوره الالكتريك لاي فورم ايه ثانيه. بكل بساطه لو انا عندي ريزيستور في السيركت، فالريزيستور دي بت ايه؟ بتكونسيوم باور. الكونسيومنج بتاع الباور ده هيبقى بشكل في انهي فورم من الباورز دي؟ هيبقى هو الفورم بتاعه الاكتف ايه او الافريج باور. فالاكتف باور دي هي الباور اللي هيحصل لها consumption في اي ريزيستيف اليمنت، يعني من الاخر اي ريزيستور، اوكي. طيب مين الكيو؟ الكيو دي هي الرياكتيف باور، هو الباور الخاص بالرياكتيف اليمنتس. مين الرياكتيف اليمنتس دول؟ اللي هم اللي انا بحسب لهم الرياكتنس اللي هو سواء اندكتور او كاباستور. فهي اللي في الاخر الانرجي اللي يحصل لها ستورنج، اللي هي الستورد في اي ما في الاندكتور لو انا شغاله اندكتور يعني، او في الكاباستور. فالرياكتيف باور ديت هي بتتحسب لاي اندكتور ال او اي كاباستور سي، لكن الرياكتيف باور سوري لكن الاكتيف باور او الافرج باور دي بتتحسب للريزيستورز بس، اوكي. طيب المجموع الاثنين على بعض، لو انا عندي الدايره بقى فيها شويه ريزيستورز وشويه اندكتورز وشويه كاباستورز، وجبت الباور للكاباستورز والاندكتورز اللي هي بالنسبه لي بتريبريزنت الكيو، وجبت الباور الاكتف باور للريزيستورز اللي هي عندي بتريبريزنت البي، وجمعت الليله دي كلها على بعضها هتديني ايه؟ هتديني الابيرنت باور اللي هي الاس، اوكي. فالرياكتف باور اللي هي الكيو
بتبقى هي الايماجينري بارت بتاعي في الابيرنت باور، والافريج او الاكتف باور هتبقى هي الريل بارت بالنسبه لي اللي هي جايه من الريزيستورز. اوكي طيب البي دي هتتحسب ازاي بقى في السيركت؟ البي دي بكل بساطه اللي هي الاكتف باور، باخد الفولت في الايه، في الكارنت، في كوزاين الفيز ديفرنس ما بين الفولت والكارنت. فلو سي عندي لود بالمنظر دوت، بغض النظر بقى اللود دوت ايه دلوقتي، فلو اللود ده سي ريزيستور، فانا اقدر احسب له البي بتاعته ازاي؟ ان انا باخد الفولتج ديفرنس، الفولتج دروب اللي على اللود دوت، اوكي، باخد الفي ار ام اس بتاعته، تمام، اللي هو الروت مين سكوير، ده اللي شرحناه السكشن اللي فات، وقلنا ان هو لو انا شغال ار ام اس هحط لو انا شغاله ار ام اس هحط في ار ام اس في اي ار ام اس. اوكي لو انا شغاله ماكسيمم فانا لازم احولها لار ام اس، زي ما قلنا في السكشن اللي فات الرول بتاعتها هاخد الماكسيمم واقسمه على روت 2. فانا لازم اخد بالي في المساله هو شغال ار ام اس ولا شغال ماكسيمم، تمام. فالرولز ديت محطوطه للار ام اس بس، لكن لو هو مديني الفي والاي بالماكسيمم فاليو فانا لازم اروح اقسمها على روت 2 عشان تتحول لار ام اس. اوكي طيب يبقى لو انا اللود بتاعي ده سي ريزيستور، بكل بساطه هروح اضرب الفي ار ام اس في الاي ار ام اس اللي ماشيه في اللود دوت في كوزاين الفيز ديفرنس ما بين الاي الفي والاي، حيث الفاي ده اللي هو الايه السيتا في ماينس سيتا اي. طيب لو كان اللود دوت سي لو رياكتنس، لو رياكتنس يعني كاباستور او اندكتور، لو اكس ال يعني او اكس سي، فساعتها باخد الفولتج دروب الفي ار ام اس في الاي ار ام اس، بس المره دي هضربها في ساين فاي مش في الكوزاين، في الساين بتاعتها. اوكي يبقى انا كده جبت البي وجبت الكيو، روح اجمع الاثنين على بعض، بس مش جمع بقى عادي، انت هتحط البي بلس جي في الكيو، يبقى انت كده جبت الاس اللي هي الايه التوتال باور بتاعه السيركت او الابيرنت باور. دي كده طريقه لحسبه الاس، ان انا اجيب البي لوحدها واجيب الكيو لوحدها واحطهم مع بعض في الفورم دي. طيب ممكن احسب الفي الاس بطريقه ثانيه من غير ما احسب البي والكيو؟ ان انا هاخد الفي ار ام اس والاي ار ام اس وهضرب بس الكونجكت بتاعه، مش الفاليو، مش الفاليو الحقيقيه اللي انت جايبها هنا في البرانش ده، لا بتاخد الكونجكت بتاعه، اوكي، وتضربهم ايه في بعض، تمام. خلي بالنا هنا انا بضربهم في بعض بالانجلز بتاعتهم، يعني هنا انا عامله الفي كفيكتور والاي كفيكتور، فانا بضربهم في بعض بالانجلز بتاعتهم، يعني هضرب في سيتا في في اي سيتا اي، بس خلي بالنا وانا بضرب في اي سيتا اي دي بجيب الكونجكت بتاعها قبل ما اضرب، اوكي. طب لو انا مش عايزه اضربهم كلهم في بعض، انا عايزه اضرب الامبليتيود بس اللي بره، بس الامبليتيود ده كار ام اس، فهاخد الفي ار ام اس كامبليتيود في الاي ار ام اس كامبليتيود، واحط انا سيتا فاي احسبها من عندي اللي هي اللي سوري هحط الانجل فاي دي احسبها انا من عندي اللي هي سيتا في ماينس سيتا اي. اوكي فيا اما اضربهم ضرب فيكتورز بالانجلز بتاعتهم زي ما هم يتحطوا كلهم على بعضهم كده، دي كلها والاي كله على بعضه، اوكي، واضربهم في بعض بالكونجكت طبعا بتاع الاي، يا اما انا هاخد الفي اللي بره ده بس امبليتيود بس كار ام اس بالاي اللي بره امبليتيود ده بس كار ام اس طبعا، واضرب انا في الانجل فاي اللي هي سيتا في ماينس سيتا اي. فدي كده طريقه ثانيه لحسبه الاس. اوكي فالاس ليها تو ايه؟ هتطلع برضه الاثنين هيطلعوا ذا سيم سوليوشن، الاثنين هيطلعوا نفس الحل. اوكي طيب البي والكيو والاس، بما ان الاس في الاخر بتبريزنت التوتال باور اللي هي البي بلس كيو جي، اوكي، فانا اقدر ابريزنت البي والكيو والاس الثري تيرمز دوت باستخدام الرايت تراينجل. اوكي بما اتفقنا ان البي والكيو دول فيكتورز، فالريزلتنت بتاع التو فيكتورز دول اللي هي القفله بتاعت المثلث اللي هي الاس، اوكي، والفاي، الفاي بتاعتي اللي اتفقنا اللي هي الفيز ايه ديفرنس. فال البي هنا بتريبريزنت مين؟ زي ما اتفقنا البي بتريبريزنت الفي في الاي كوزاين اي فاي، اتفقنا انا هكتب في واي كده اختصارا، بس المفروض ان احنا شغالين بما ان انا هضرب في اي يبقى احنا شغالين ار ام اس. اوكي يبقى لازم المساله تكون شغاله ار ام اس. وهنا برضو الكيو ده بيريبريزنت مين؟ بيريبريزنت زي ما اتفقنا في اي ساين فاي. الريزلت بتاع الاثنين مع بعض اللي هي الاس اللي هي ضربه الفي في الايه؟ في الاي كفيكتورز. اوكي طيب هناخد بقى تيرم رابع على البي والكيو والاس، هنزود تيرم اسمه الباور فاكتور. مين الباور فاكتور دوت؟ الباور فاكتور ده زي ما اخدتوه في الليكتشر هو ريشيو ما بين الاكتف باور بي والتوتال باور اس، ان انا بقسم البي على الاس، فقسمه البي على الاس ديت بتبريزنت مين؟ دي بتبريزنت بالنسبه لي كوزاين فاي، صح؟ مش كوزاين فاي بتساوي المجاور على الوتر زي ما اخدتوه زمان، فبالنسبه لي الباور فاكتور اللي هو البي على الاس هو هو الكوزاين فاي. اوكي والفاي هنا ممكن اديها اسم تاني اللي هو اسميها هنا بقى الباور فاكتور انجل، اللي هي بالنسبه لي مين؟ هي الفاي دي. اوكي طيب تعالوا بقى كده نلخص الكلام دوت على الاليمنتس المختلفه اللي ممكن تيجي لي في السيركت، لو انا ريزيستور، لو انا اندكتور، ولو انا عندي كاباستور.
اوكي هنشوف لكل واحد فيهم البي والكيو والاس بتتحسب ازاي والباور فاكتور كمان اللي هما الاربع ترمز اللي احنا اخدناهم لحد دلوقتي. احنا اخدنا البي اكتف باور، الكيو الرياكتف باور، والاس اللي هي التوتال باور او الابيرنت باور، واخدنا اخر حاجه الباور فاكتور. فانا عايزه اطبق الاربع ترمز دوت على الديفرنت اليمنتس اللي ممكن تكون موجوده عندي في السيركت. فلو انا هنا ريزيستور عليها فولتج دروب في وماشي فيها كارنت اي، ففي كل بساطه احنا عارفين ان الريزيستورز الفي والاي بيبقوا ان فيز، ان فيز يعني مفيش اي فيز ديفرنس ما بينهم، يعني الفاي بي زيرو، فاي بي زيرو، وبالتالي الاكتف باور بي عباره عن في اي كوساين فاي، فالفاي بي زيرو يعني كوساين زيرو بون، وبالتالي البي هتبقى في في اي. طيب تعالوا نفك الفي ديت بأومز لو، مش الفي دي ممكن تتفك اي على ار، فممكن تبقى اي على ار في اي تبقى اي سكويرد ار، صح؟ الفي دي ممكن تتفك اي في ار سوري، فيبقى اي في ار فاي كمان يبقى اي سكويرد ار، اوكي؟ ممكن تتفك تاني بدل ما افك الفي افك الاي، الاي في على ار يبقى في سكويرد على ار. فالاكتف باور في حاله الريزيستور، لو انا الريزيستور وعايز احسب لها الاكتف باور بكل بساطه هقول في اي يا اما اي سكويرد ار يا اما في سكويرد ار على حسب مين الجيفن عندي في المساله، اوكي؟ طيب الكيو وات اباوت الرياكتف باور؟ اوكي؟ ده اكتف اليمنت مش رياكتف اليمنت، وبالتالي الرياكتف باور بتاعته متوقع ان هي تبقى بزيرو. لو احنا طبقنا الرول بتاعتنا في اي ساين فاي، ساين فاي هنا يعني ساين زيرو وساين زيرو دي بزيرو، وبالتالي الكيو هتطلع بزيرو. اوكي؟ طب تعالوا نجيب نحط الاس بقى في الفورمه بتاعتها. الاس لو تفتكروا كانت بتساوي بي زائد كيو جي، الكيو بزيرو. يعني مفيش اي ايماجينري بارت، يعني الابيرنت باور الاس التوتال باور هنا بس هي هي البي. ففي حاله الريزيستور في الحقيقه الابيرنت باور او التوتال باور اللي هي الاس، او ساعات كمان بيسميها الكومبلكس باور، الكومبلكس باور اللي هي الاس دي بتساوي الايه؟ البي في حاله الريزيستور. طب وات اباوت الباور فاكتور؟ الباور فاكتور هنا بان، لان الفاي هنا بزيرو، كوزاين زيرو، اتفقنا ان الباور فاكتور عباره عن كوزاين فاي، كوزاين زيرو بوان، فالباور فاكتور هنا بوان. اوكي؟ طيب لو هو اندكتور، لو انا عندي اندكتور، الاندكتور احنا عارفين ان الفاي بتاعته بتساوي 90 سيتا في ماينس سيتا اي ب 90، صح؟ الفولتج بيليد الكرنت باي 90 ديجري. فانا هنا لو انا عايز احسب الاكتف باور، بما ان ده رياكتيف اليمنت فمتوقع ان الاكتف باور بتاعته تطلع بزيرو. تعالوا نطبق الرول اللي هي في اي كوزاين 90، كوزاين 90 بزيرو، وبالتالي البي هتطلع بزيرو. اوكي؟ طيب الرياكتيف باور، لا الرياكتيف باور هنا المتوقع ان هي يطلع لها فاليو، فالرياكتيف باور كانت بتتحسب في ار ام اس في الاي ار ام اس في ساين فاي، ساين فاي اللي هي ساين 90 هنا ب 1، فيتبقى ان الرياكتيف باور بتساوي في اي. برضه نفس الحكايه لو انا عايز افك الفي اي دي بدلاله ال الرياكتنس بتاعتي اللي هي الاكس ال، فاقدر برضو ان انا افكها زي ما عملت في قانون الريزيستور الناحيه الثانيه، بس بدل الار هتبقى اكس ال، فيبقى يا اما الكيو هنا يا اما في اي، يا اما اي سكويرد في الرياكتنس اللي هي الاكس ال، اللي هي الاكس ال دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوميجا ال بكل بساطه. اوكي؟ ممكن افكها برضو تبقى في سكويرد على اكس ال. طب وات اباوت الباور فاكتور؟ لا الباور فاكتور هنا بما ان الفاي ب 90 كوزاين 90 هتبقى بيه بزيرو، فالباور فاكتور هنا بزيرو. يبقى انا طلعت هنا من الاندكتور السامري بتاع الاندكتور ان انا عرفت ان الاكتف باور بتاعته بزيرو، والكيو هتطلع هنا سواء حسبتها من الرول دي او من دي او من دي، فهي هتطلع في الاخر بوزيتيف فاليو. اوكي؟ والباور فاكتور هنا بايه؟ بزيرو. طيب يبقى هنا عندي الاس بتساوي ايه؟ لو انا قلت لو انا جيت هنا اقول الاس هنا زي ما عملنا هنا، هقول ان الاس هنا بتساوي كيو، لان مفيش الترم بتاع البي، هتساوي جي كيو بس. اوكي؟ طيب لو انا عندي كاباستور اخر اليمنت بقى، لو انا عندي كباستور فانا عارفه ان الكرنت هو اللي بيليد الفولتج، يعني سيتا في ماينس سيتا اي بالنيجاتيف 90، وبالتالي الباور برضه هتبقى بزيرو عشان كوزاين نيجاتيف 90 بزيرو، فالباور الاكتف باور هتبقى بزيرو. الرياكتف باور بقى ساين نيجاتيف 90 هنا هتعملي نيجاتيف 1، فيبقى انا عندي الكيو هنا هتبقى نيجاتيف في اي، او لو انا فكيتها هتبقى نيجاتيف اي سكويرد اكس سي في الرياكتنس هنا بتاعت الكباستور، الاكس سي هنا هي 1 على اوميجا سي، سوري دي اوميجا مش اكس، فدي هنا 1 على اوميجا سي اللي هي بالنسبه لي الرياكتنس بتاعت الكاباستور اللي هي الاكس سي، وبالتالي الكيو في الاخر هتطلع نيجاتيف. يعني الاس هنا لو انا كاتبه كبير توتال باور هقول ان الاس هنا بتساوي نيجاتيف جي كيو. اوكي؟ هتطلع بالنيجاتيف طبعا. والباور فاكتور هنا بما ان انا عندي الانجل 90 فالباور فاكتور هنا برضو بايه؟ بزيرو. فده كده سامري سريع للرولز والقوانين اللي انتوا اخدتوها بالتفصيل وبالشرح في الايه؟ في المحاضره، وازاي ان انا كل اليمنت احسب له البي والكيو والاس بتاعته، والباور فاكتور برضو لكل اليمنت. اوكي؟
طيب تعالوا ناخد هنا نطبق الكلام ده بسرعه. لو انا عندي اللود بتاعي في السيركت البرانش بتاعي او اللود اللي انا عايز احسب له الباور بتاعته التوتال باور او الكومبلكس باور اللي هي الاس، اللود دوت عباره عن ريزيستور واندكتور، فانا اكني بقول انا عندي اندكتيف لود. اوكي طيب الكيو هنا هتطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الكيو هنا هتطلع بوزيتيف، ليه؟ لان ده اندكتور. كيو بتبقى نيجاتيف مع الكاباستور بس، اوكي زي ما احنا لسه كنا شرحناها من شويه. طيب لو انا جيت ارسم الرايت ترانجل، بما ان هنا الكيو بوزيتيف، كيو بوزيتيف لان ده اندكتور، فانا متوقع ان الرايت ترانجل دوت الدايركشن بتاعه يبقى اب، يبقى اتجاهه لفوق. اوكي لكن لو انا في كاباستور في الموضوع، في كاباستيف لود، وبالتالي الكيو بتاعتي زي ما اتفقنا نيجاتيف، اوكي وبالتالي انا متوقعه ان لازم الترانجل بتاعي يبقى الدايركشن بتاعه داون. تمام طيب وهروح احط البي والاس والكيو بتوعي، والفاي هنا برضو هي الفيز ديفرنس او هي كوزاين فاي هنا اللي هي الانجل بتاعه الباور فاكتور. هنا في بالنسبه لي الباور فاكتور هنا بيلاج مش بيليد، بيلاج ليه؟ لان ده اندكتور، فاي اندكتور او اي اندكتيف لود بيكون الباور بيكون الكيو بتاعته بوزيتيف، اوكي وبالتالي الباور فاكتور بتاعه بيلاج. تمام طيب لو انا عندي هنا كاباستور، لو انا كاباستيف لود الدايركشن بتاع التراينجل هيبقى اتجاهه لتحت، وبالتالي الباور فاكتور هنا هيبقى كوزاين فاي صح، والكيو هتبقى نيجاتيف. طب ايه اللي هيفرق الباور فاكتور ده عند الباور فاكتور ده؟ في الحقيقه ان الفاي هنا هتبقى بوزيتيف، الفاي هنا هتبقى نيجاتيف، بس في كلتا الحالتين الكوزاين اصلا بتاكل النيجاتيف صح، فكوزاين سي مثلا نيجاتيف 30 زي كوزاين 30، فايه اللي هيفرق هو اندكتيف لود ولا كاباستيف لود؟ ان انا لازم اقول هو الباور فاكتور ده بيلاك ولا بيليد. اوكي فانا لازم بعد ما في الاخر بعد ما احسب الباور فاكتور في المساله لازم اكتب جنبه كلمه لاج او ليد، يعني سي مثلا الباور فاكتور طلع ب 0.8 فلازم اقول له هنا مثلا سي لو انا اندكتيف هقول له الباور فاكتور بيساوي 0.8 لاج، لو سي مثلا كاباستيف هيطلع برضو مثلا سي 0.8، فلازم اقول له لو انا كاباستيف هقول له 0.8 واكتب جنبها ليد. تمام كده؟ فده كده سامري سريع للرولز بتاعتنا اللي خدتوها في المحاضره بالتفصيل. تعالوا نطبق الكلام دوت على اول مساله عندنا في شيت 2. هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ان هو عايز يجيت الافريج باور، اتفقنا الافريج باور ديت هي البي، هي الاكتيف باور. اوكي؟ طيب فعايز يجيت الافريج باور اللي هيحصل لها ديسيبيشن في ال 30 اومز او كونسامشن في ال 30 اوم ديت هتكونسيوم باور، اتفقنا اي ريزيستور في الدايره هي في الاخر بتكونسيوم باور. اوكي طيب فهي الباور اللي هيحصل لها ديسيبيشن في ال 30 اوم اللي هي البي، اتفقنا ان البي دي بتتحسب يا اما اي سكويرد ار، يا اما في سكويرد على ار، يا اما اي في في، فعلى حسب الجيفن او اللي تقدر تجيبه في المساله استخدم الرول بتاعته. اوكي جيفن ايه بقى هنا؟ مديني جيفن ان الاي جي بتاعي اللي هو الكارنت سورس دوت ب 6 كوزاين 20000 ايه تي امبيرز. طيب فاحنا لو انا عارفه الكارنت اللي ماشي هنا في ال 30 اوم بكل بساطه هقول له اي سكويرد اللي ماشي في 30 اوم في ال 30، يبقى انا كده جبت البي اللي هي الافريج باور او الاكتف باور. لو احنا رحنا بصينا في الحل بتاعنا هلاقي ان انا علشان اجيب الباور استفقنا بتاعت ال 30 اوم دي محتاج اضرب الكرنت بتاعها سكويرد في الاي، اي سكويرد ار هي الباور صح؟ هو طالب مني ايه؟ هو طالب مني في المساله الافريج باور، فالافريج باور اتفقنا اللي هي الاكتف باور سواء الافريج او اكتف الاثنين زي بعض هي البي، فلو انا عايز احسب البي الريزستور اتفقنا البي بتاعت اي ريزستور في الدنيا هي عباره عن اي سكويرد ار او في سكويرد على ار او اي او اي او اي اي سكويرد ار على حسب الجيفن عندي في المساله واللي انا اقدر اجيبه. تمام طيب لو هو كان قال لي ما قاليش افريج باور وقال توتال باور او كومبلكس باور او ابيرنت باور، الثلاثه معناهم اس، توتال باور هي الكومبلكس باور هي الابيرنت باور، فلو قال لي هات التوتال باور بتاعت ال 30 اوم مثلا برضو كنت هحسب البي، ليه؟ لان انا عارفه اصلا ان الترم الاس عباره عن بي بلس جي كيو، فالكيو اصلا بتاعت الريزستور بزيرو وبالتالي برضو في الاخر الاس هي البي. تمام فانا كل اللي انا محتاجاه ان انا محتاج احسب البي اللي هي عباره عن الاي نود دوت سكويرد مضروب في الايه؟ في الار، بس نخلي بالنا الرول بتاعت اي سكويرد ار دي كنت كاتباها في اول السيشن وانا بشرح على الار ام اس، وباكد تاني دي بتستخدم بس مع الار ام اس، لكن المساله هنا ما قالش فيها اصلا كلمه ار ام اس، يعني هو كاتب السورس ما كتبليش ان هو ار ام اس، وبالتالي هشتغل على انه ماكسيموم. اوكي؟ فهنشوف قصه الماكسيموم والار ام اس دي في اخر المساله. طب يبقى انا قصتي دلوقتي ان انا عايز اجيب الاي دي، فهعمل كي في ال وكي سي ال، هعمل سيركت اناليسيس، بس قبل ما اعمل كي في ال وكي سي ال محتاج احسب الامبيدنس بتاعت الاندكتور والامبيدنس بتاعت الكاباستور. فالامبيدنس بتاعت الاندكتور كانت بتتحسب ازاي؟ يا اما جي اوميجا ال، فانا هضرب الجي في 20000 في ال بتاعتي تاني نيجاتيف 3 عشان هي كانت ميلي هنري، ف
فتطلع لي 10 جي اوم كده بقت امبيدنس. وبرده هجيب الكورسبوندنج امبيدنس بتاعت الكاباستور اللي هي النيجاتيف جي على اوميجا سي او 1 على جي اوميجا سي، تطلع لي نيجاتيف 40 جي اومز. اوكي بعد كده نعمل بقى الاناليسيس بتاعنا. هعمل مثلا كي سي ال عند نود اي دي. كي سي ال بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الكرنت الداخل حطه نيجاتيف والخارج مثلا حطه بوزيتيف، فهقول ناقص 6 داخل خارج بلس اي دلتا خارج بلس اي نود كمان. طيب يبقى كده ايكويشن في تو انونز، اركنها على جنب وهتلاقي ايكويشن ثانيه عشان تتحل معايا. الايكويشن الثانيه هتيجي منين؟ هتيجي ان انا اعمل كي في ال في لوب 1 دي. كي في ال وانا بلف كده هاخد ال 10 جي اوم اضربها في الكرنت اللي ماشي فيها، بس بما ان انا بلف عكس الكرنت فهقول ناقص 10 جي اي دلتا. لف كمان بلس 30 اي دلتا، انا ماشيه مع البولاريتي فهتبقى دي بلس عادي. اوكي لف كمان ناقص 40 جي في الاي اي نوت، لف كمان يبقى ماينس سوري بلس 30 اي نوت. جمع الكوفيشنتس بتاعت اي دلتا مع بعض وجمع الكوفيشنتس بتاعت اي نوت مع بعض، يبقى انا كده جبت انذر ايكويشن. فانا كده معايا تو ايكويشنز في تو انونز اللي هم اي نوت واي دلتا، هنحلها بالكرامرز رول زي ما شرحناها قبل كده. فكرامرز رول كانت بتقول ايه لو نفتكر؟ كانت بتقول ان بجيب ثلاثه ديترمينانتس. الديترمينانت الاولاني ان انا بروح ارص في الصف الاولاني الكوفيشنتس بتاعت الاي دلتا والاي نوت اللي هي 1 و1، احطهم في اول صف. في السكند رو في ثاني صف عندي بحط الكوفيشنتس بتاعت اي دلتا واي نوت بنفس الترتيب اللي بدات بيه فوق، فوق بدات باي دلتا تحت هبدا باي دلتا برضه. 30 ماينس 10 جي والتاني يبقى 30 ماينس ايه 40 جي، ونجيب الديترمينانت اللي هو ده في ده ماينس ده في ده. طيب الديترمينانت الاولاني هجيبه ازاي؟ ان انا هروح اشيل اول عمود اول كولوم دوت واحط مكانه ايه الستة والزيرو اللي هو الفري تيرم اللي احنا ما استخدمناهوش بره اللي بعد الايكوال، فهحط ستة وزيرو. والكولوم الثاني ينزل زي ما هو واحسب برضو الديترمينانت ده في ده ستة في ده ماينس 1 في زيرو. طب الديترمينانت الثاني هو ان انا هشيل ثاني كولوم واحط مكانه الستة والزيرو المره دي، وهسيب اول كولوم بتاع الديترمينانت الاصلي ينزل زي ما هو واحسب برضو زيرو في 1 ماينس 6 في ده، فيطلع لي الديترمينانت الثاني. لو انا عايز اجيب اي دلتا هقول له الديترمينانت الاولاني على الديترمينانت الفاليو دي على الفاليو دي. طب لو انا عايز اجيب الاي نوت هقول الديترمينانت الثاني على الديترمينانت الكبير. كده جبت الاي نوت. اوكي طيب الاي نوت دي دلوقتي شغاله ايه؟ شغاله ماكسيمم فاليو. ليه؟ لان انا السورس بتاعي اصلا في المساله شغال ماكسيمم. عرفت منين ان هو ماكسيمم؟ ما قاليش ار ام اس، ما قالش ار ام اس صريحه، يبقى انا شغاله ماكسيمم. اوكي وبالتالي الرول بتاعتنا اللي احنا كنا جايبينها اي سكويرد ار دي لازم ايه اجيب الار ام اس قبل ما استخدمها. يبقى انا هفك الار ام اس دي للايه؟ للرول بتاعت الماكسيمم اللي هي ماكسيمم الار ام اس بيساوي الماكسيمم فاليو على روت 2. طب الماكسيمم هنا بكام بتاع الاي نوت اللي هو الامبليتيود اللي بره ده اللي هو 6.32 على روت 2 كده بقى دلوقتي ار ام اس. اعملوا بقى سكويرنج خلاص واضربوا في ال 30 كده جبنا الباور الكونسيومد او الباور الديليفرد لل 30 اوم. اوكي في الاخر ال 30 اوم دي بتكونسيوم 600 وات، او ان الباور سبلاي او الباور سبلاي هي سبلاي 600 وات لل 30 اوم. اوكي خلصت المساله على كده.